الفريقين الكبيرين. انطلاق على هذه الانطلاقه لميلان خطيره امام المرمى، ضاعت ضاعت يا لازيتكس، ماركو ضيعها الصربي هنا، وتعود مره اخرى لمصلحه ليفر. ملعب اتاتورك حاضرا، هذه كره لصلاح، صلاح 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 الاول لليفربول، وصلاح هو اللي سجل الاول لليفربول، وصلاح هو اللي سجل 1-0 1-0. بالحديث عن التاريخ وعن الذكريات، يابى صلاح الا ان يكتب التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل. أيقونة مصر وتاريخها الكروي الكبير، الفرعون المصري، الجناح الذي يحلق هنا في هذا الان. كرة امام المرمى من جديد تتحول، ايضا تضيع، ماركو لازيتيتش يضيع هذه الكرة. الوصيف في الكالتشو، وبير طبعا سيرجينيو ضيع، أندريا بيرلو يومها ضيع، صلاح بقميص ليفربول، جيمس ميلنر عرض، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقارن بأندريا. وبعد ذلك ليون فاز على لمصلحة ميلان، عرضية من ريفيتش ولكن تبقى لمحمد صلاح، صلاح أمام المرمى، لكن الكرة الماضية لم تكن بالقوة المطلوبة من محمد صلاح، وبالتالي سريع الكرة الآن في منطقة الجزاء، فيو مالك كرة في اللقطة والمحاولة الماضية، وهذا محمد صلاح في أخرى إلى جابية ميلان، لكن الآن محمد صلاح والمحاولة هنا من جديد، ومرة أخرى في وقت أيضا استلم الكرة إلى تشامبرلين، تشامبرلين والتسديدة القوية قوية إلى خارج الملعب، ميلنر كان وحيدا يطلب الكرة وكان غاضب أيضا، كان غاضب في الكرة التي ليست كرة قدم تلك التي ألعبها لليفربول. تياغو الكانتارا، فرصة لليفربول، فرصة لالتقاط الأفكار في منطقة الجزاء، يحاول المرور، الله، ميلان يعود بأهداف سالي ماكرز، سالي ماكرز، جول ماكرز، هابي ماكرز، إنه الهدف الذي يأتي هنا في هذه اللحظات ويعادل من خلاله البلجيكي النتيجة لميلان. 1-1 تصبح النتيجة الآن، انطلاقة ميلانية في منطقة الجزاء، المهارة موجودة والتسديدة أيضا موجودة. فيرمينيو بيني لصلاح، صلاح أمام المرمى، القائم 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 يا صلاح، يتدخل في اللقطة الماضية في كرة خطية تاريخية على مستوى طبعا كيني دالجليش أحد أساطير ليفربول. الكرة وصلت، الله، هدف لتياغو ألكانتارا، ليس كأي هدف، ليس كأي هدف، ليفربول يرفض أن ينهي شوط المباراة الأول إلا بهذا الهدف يا كلوب، إلا بهذه التحفة، إلا بقدم من المتدار يزور فيها مرمى ميلان.